ضيفتي في حلقة اليوم من الأشخاص الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي. عبارة الغدوة تلقاني متزوجة مع جزيري بصح شنو عقليته تكون تشبه لي فوالا. وبعد كل تصريح لها سواء في وسائط التواصل الاجتماعي أو على الأعلام تنقلب الموازين وتتواصل الترندات. غير كيما وحده قالت لي فوالا نخدموا حاجه حكايه بيناتنا يتوخرجي اكلاشي لي سيلتوبلي حب نلحق مليون. هما شافوا انهم ما تزيد لهمش المشاهدات كي كلاشيو بعضاهم ولا يديروا التبهدل ما يديروش هكا يديروا حاجه واحده اخرى. اشخاص شخصيات اللي ما تديهاش كامل فيهم يبقى تلقاهم في الكواليس يخططوا ويخططوا ويخططوا. الهدف بعد هذا التخطيط شنو هو؟ مشاهدات. ومن بعد هذوك المشاهدات يجيبوا لهم اعلانات والاعلانات تجيب لهم ماني. سو ذاتس واي. هل عندك الجرأة تقولي لنا شحال عندك في الكونت تاعك؟ بونكير؟ ما عنديش الجرأة بطلت نمشي جريئة. واش لقيتي واش تشري لها من غير النجمة اللي شرتها لك ولا مازال؟ تخيلي انه يجي الجزائري الموعود اللي عقلته تشبه لك، كيف راح يكون رد مواقع التواصل الاجتماعي؟